زفاف هاني عادل، الفنان هاني عادل برضو أثار اهتمام كبير جدا من على السوشيال ميديا، وامبارح على فكرة يعني والنهاردة كان يوم ليه علاقة بالزوجات أوكي. والممثلة اللبنانية ديمانة أبو عبود، والفيديو نفسه والكلام اللي قاله كمان شهيرة هو وهي كانت امبارح برضو كان في كلام على أصالة، والنهاردة على خطوبة بنتها وفي كلام على زواجها، انها اتجوزت القاهرة 24 نشرت انها اتجوزت من نائب برلماني من الإسكندرية، بس أصالة او ابن نائب برلماني وكتير جدا من وبرضو بعض الأصدقاء ليها في لبنان قالوا، لكن هي لم تؤكد ده. طيب. وقالت انها لكن خطوبة بنتها هي المؤكدة.